التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعين الاعزاء، والتحية متجددة بحضراتكم حيث يسير شوطنا التاسع في تعداد أشواط هذا اليوم والخاص بمنافسة الإبكار. نسير نحو المقدمة والبداية، وهذه الآن العبور مهير بن محمد بالصوب الكتبية في مقدمة الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني الشاهينية رامس بن محمد وسلطان العويسي تسللت وأخذت المركز الأول، بينما في المركز الثالث أشوفنا الشاهينية سلطان بن عبد الله بغليطة الغضلي، والمركز الرابع اشوف نهب محمد بن راشد بن سويف الغضلي يتقدم مع المركز الرابع، وخامس المراكز اشوف هنا الوصول في هذه الاندفاع هنا الشاهينية راشد بن سالم بن سلطان القمزي، هذه المراكز الاولى. لكن عوده الى المقدمه، عوده الى البدايه، الى الصراع والى المنافسه والنزاع، وهذه الان هذه العبور العبور من يقدم لنا العبور مهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتمي في مقدمة الشوط، ما شاء الله وتبارك الله. شوفوا مضمر الطيارة مقدم لنا نوعية متميزة، الله ليت الزمان يعود يوما يرعى الطيارة، لو ذكرنا الماضي والحاضر. هذا مهير بالصوب اللي في رصيده انجازات قوية، واهل الهجن يعرفون هذا المالك جيدا 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 في التاريخ الماضي والحاضر، وهذا اليوم يقدم لنا العبور. العبور وحدته اهل الذيد كف، هذا الفوز وهذا الانتصار، نترقب انجازاتك رعى الطيارة يا مضمر الطيارة يلي في رصيدك انجازات قوية، يقدم لنا هذه العبور، وان شاء الله نشوفه في المستقبل في المهرجانات القوية. تهانينا المهير بالصوب الاكتبي على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الاعزاء اللي الشاهينية رامس بن محمد وسلطان العويسي، المركز الثالث كان الوصول من الشاهينية لسلطان بن عبد الله بن غليط القفلي. هذه مشاهدينا الاعزاء نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى، لكن عطر التوقيت الزمني وساعة وصولها إلى خط النهاية دقيقتين و14 ثانية هو توقيت العبور اللي أهدت مشاهدينا الكرام مهير بن محمد بالصوب الاكتبي هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا من الأعماق يا مضمر الطيارة على هذا الفوز وهذا الانتصار التي قدمت العبور، وتحياتنا لأهل الذيد كافة، تهانينا للجميع. We'll be right back.